السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم خبر اللي ظهر صبيحه اليوم، خبر هو يتعلق بمان سيتي ورفع العقوبه على مان سيتي. نعرفوا باللي العقوبه اللي كانت على مان سيتي اقصاها لمده عامين وانزالها للدرجات السفلى، او بتعبير أدق إلى الدرجة الثانية الإنجليزية، بريمير ليج درجة أولى، شامبيونشيب والدرجة الثانية الإنجليزية. أيضا الغرامة المالية كانت 30 مليون أورو، هذه الغرامة الآن أصبحت مقصولة حتى في الغرامة ولات 10 ملايين أورو. نزع العقوبة، ما كانش عقوبة لمان سيتي، وزاد خفضوا لها في السعر في المبلغ المالي نتاع العقوبه اللي كانت 30 مليون اورو ولات 10 ملايين اورو. الشيء الاخر، هذا الشيء جيد لرياض محرز، الاستقرار يبقى في فريق واحد ما يبقاش يبدل، هذا حاجه مليحه. الاستقرار اللي يساعد اللاعب، اي لاعب الاستقرار راه يساعده ايضا يبقى في النادي نتاعو. سيتي راح تبدل جلدها، الجلد نتاع سيتي راح يتبدل. واش معنى الهضره هذه؟ السيتي راح دير تعاقدات قوية، خلاص مبقاش درك الخوف. الخوف علاش؟ خوف من العقوبة. خلاص السيتي راح تخرج خرجة أخرى. السيتي من بين اللاعبين اللي طالبين طالبتهم السيتي بقوة، كاين زوج لاعبين جزائريين، واحد يلعب في المنتخب الوطني الجزائري، وواحد قريبا بإذن الله تعالى إن شاء الله قريبا راح تسمعوه يلعب في المنتخب الوطني الجزائري. اللاعب الاول اسماعيل بن ناصر، لاعب دوري جزائري اللي سيتي وبيب غوارديولا شخصيا يريد التعاقد مع اللاعب. قضيه العقد نتاعو، بنود العقد احنا ماناش عارفين. الاخبار اللي في ايطاليا تقول باللي العقد بيع بيع اللاعب بن ناصر، وبدا المفاوضات مع اي فريق لازم يبدا من 2021. سريان العقد يبدا في 2021 ماركيا في العقد، حسب الصحافة الإيطالية وحسب سكاي سبور الإيطالي. ما ناش عارفين بند تفاصيل العقد الداخل، ما ناش عارفينها. المهم يبقى اسماعيل بن ناصر مطلب وأولويات من أولويات مان سيتي، هذه الأولى. الحاجة الثانية، مان سيتي عندها ضعف كبير في خط الدفاع، ضعف كبير في خط الدفاع. الضعف هذا حابين، هذه أخبار دولتها كل الصحافة الإنجليزية، انهم يشروا كوليبالي مدافع نابولي الايطالي. وصلت بهم قدموا عرض نابولي باستبدال لاعبين، زيتشينكو اللاعب الاوكراني ظاهر ايسر، واوتاماندي، اوتاماندي وزيتشينكو، مقابل ماذا؟ مقابل الحصول على كوليبالي، لان مان سيتي عندها خلل كبير في الدفاع وعندها مشاكل كبيره في الدفاع. هذا من بين التعاقدات اللي راح تكون بعد إزالة العقوبة، إذا اسماعيل بن ناصر وكوليبال. اللاعب الثالث اللي إن شاء الله راح يكون جديد المنتخب الوطني إن شاء الله مستقبلا لما يغادر نادي أولمبيك ليون، هو حسام عوار. حسام عوار العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد معه، من بينها من الأول الأولويات هو جوفنتوس، أيضا مان سيتي. بيب غوارديولا معجب باللاعب هذا، معجب كثيرا باللاعب حسام عوار، ايضا من بين اولويات مان سيتي حسام عوار. اللاعب هذا اللي قلتها ونعودها ومسؤول على كلامي، اللاعب هذا يغادر اولمبيك ليون الى خارج فرنسا، ايطاليا او انجلترا، راح نشوفوه في المنتخب الوطني والايام بيننا. ما نزيدش نعاود نطرق الموضوع هذا، خلوها للمستقبل. اذا حسام عوار، اسماعيل بن ناصر، خليل كوليبالي، هذا من الثلاثي المقترح اللي رايحين ينافسوا عليهم بقوه، رايحين ينافسوا بقوه مان سيتي على الثلاثي هذا. ممكن تكون تعاقدات اخرى ما ناش عارفين، ممكن يحوسوا على افونسون راس حربة، ممكن يزيدوا يحوسوا على لاعب ظاهر ايسر ثالث، ظاهر ايسر ثاني عفوا، بعد ما بيعوا زيتشينكو وطامندي يبقى لهم الا مندي. مندي ضعيف نوعا ما، يزيدو يرونفورسيو الفيكتيف تاعهم.
ماناش عارفين، لكن الشيء الرسمي لحد الساعه هو الثلاثي هذا، اسماعيل بن نصر وكوليبالي اللي داخلين فيه زوز صفقات مع صفقه واحده، زوز لاعبين بلاعب واحد، زيتشينكو اوتامندي وحسام عوار اللي راك تتنافس عليه جوفنتوس بقوه ومان سيتي بقوه، ممكن تكون نوادي اخرى اوروبيه ماناش عارفين لحد الساعه هذا من الزوج جوفنتوس ومان سيتي. اذا العقوبه اللي تم ازالتها لمانشستر سيتي راح تساعدهم باش يبنيو فريق قوي، فريق هذا القوي لازم يدعموه بتدعيمات مركزه وتدعيمات مدروسه، خط الدفاع ضعيف جدا، شفناه في العديد من المقابلات سواء حتى في البطوله الانجليزيه ولا في دوري ابطال اوروبا، خط الدفاع ضعيف 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 جدا. معلومة أخرى مش ما ننساش، معلومة أخرى، ليونيل ميسي ما جددش عقده مع برشلونة، الأيام القادمة نرى هل يتم تجديد عقد ليونيل ميسي أو ميسي يرحل، وميسي لما يرحل أين يذهب؟ هل يذهب إلى إيطاليا؟ هل يرجع إلى بيب غوارديولا اللي عنده علاقة قوية جدا مع ميسي؟ ماناش عارفين. اذا مان سيتي الاكيد انه بعد ازاله العقوبه هذه راحين نشوفوا فريق جديد، فريق قوي، فريق تنافسي، الى مشاو بالتعاقدات هذه ما سبقتهمش ليفربول في خطف المواهب. ان ليفربول نقول لكم بصراحه الدوري العام الجاي الانجليزي راح يكون دوري حامي 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 لاقصى حد، راحين تشوفوا تعاقدات قوي رغم انها كورونا، ما كانش مع الانجليز كورونا ومش كورونا، بريمير ليج اقوى دوري في العالم من ناحيه الجماهير، من ناحيه ما نقولوش من ناحيه الفنيات ولا الجماليات، نعرفوا الدوري الاسباني فيه لاعب فيه يعني فنيات فيه، لكن الدوري الاسباني ناحيه الريال والبرسا واتلتيكو مدريد الباقي فرق ما تقدرش تفرجها، لكن في الدوري الانجليزي تشوف مقابله اللي يلعب على الهبطه ولا ديرني وافون ديرني تستمتع بالجماهير والحماس والقوة والندية، شو شو بيج شو، هذا هو الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي راح يكون حامي وسخون، تعاقدات بمدربين، راح يكون بيج صراحة أقوى دوري في العالم. ما من الآخر مش ميقلقوش خاوتنا لي سيبورتيو الشامبيون تاع الطليان ميلان جوفنتوس، بصح إنجلترا أقوى دوري في العالم فيه نجوم العالم، بقى غير ميسي ورونالدو يكمل، نيمار هذم ثلاثة ومبابي ربعة يروحوا لإنجلترا خلاص انتهت كل الدوريات في العالم، حتى بنزيما كان حاب يدوه يدوه خلاص ما بقاش يروح لك ميسي، يروح بنزيما، رونالدو يروح لمبابي، يروح نيمار، وش بقى؟ ما بقاش المنافسة، الدوريات كلها راه خلاص، إنجلترا داخل قوة، مان يونايتد راح تدير تعاقدات كبيرة، مانشستر سيتي كيف كيف بعد إزالة العقوبة راح تكون تدخل دخلة جديدة، ليفربول راهم يهدروا على يجيبوا تياغو الكانتارا، تشيلسي تعاقدات، جابوا زياش وجابوا تيمو فيرنر وراحين يجيبوا لاعبين أخرين، ارسنال توتنهام كل النوادي راح تتعاقد وراح تخسر وتخسر مبالغ باش تطلع من القيمه تاعها وتطلع من قيمه الدوري الانجليزي اللي راح يزيد يطلع القيمه تاعو اكثر من راهو الان. اذا بعد ازاله العقوبه هل سنرى اسماعيل بن نصر في مان سيتي؟ هل سنرى حسام عوار اللي راح يكون ان شاء الله جديد المنتخب الوطني في مان سيتي؟ هل سنرى خليل كوليبالي اللي راح يكون ايضا صفقه قويه وقويه جدا؟ اللي الصراحه هذا المدافع يعجبني كثيرا، خليل كوليبالي من بين احسن المدافعين في اوروبا، هذا اللاعب كانت ريال مدريد تنافس عليه ومازالت الان تنافس عليه ريال مدريد لانه لاعب ممتاز صراحه، خلينا من الجانب الاخلاقي وخلق ومتدين وكذا، لكن كمردود لاعب مدافع صلب
إذا شريته مان سيتي صفقة من العيار الثقيل، صفقة قوية رقم واحد أنا أسميها إذا جاء خليل كوليبالي المان سيتي حقيقة. إذا نتمنى الخير لرياض محرز، إسماعيل بن ناصر، وحسام عوان إن شاء الله اللي راح يكون جديد المنتخب الوطني. في الأخير ختم ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.